هذا سؤال تقول في السائلة: ما حكم لبس النقاب؟ هل يجب على المرأة أن تلبس النقاب؟ الواجب على المرأة أن تغطي وجهها، لأن الله أمر المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء هو الإرخاء من أعلى إلى أسفل، والجلباب هو الذي فوق الرأس. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأمرون النساء بتغطية وجوههن، هذا الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. وأخطأ من قال من أهل العلم بخلاف هذا، فالواجب على المرأة أن تفعل هذا. والقاعدة الشرعية العامة أن الله عز وجل أمر المرأة بأن تجتنب ما يطمع أصحاب القلوب المريضة، حتى أنها منعت من أن تضرب برجلها إذا كان فيها خلخال أو نحو ذلك، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. وأمرت بستر لباسها حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. فبالله يا أخوات، أيها أولى بالستر، الوجه أو اللباس؟ ونحن لا نتكلم عن الألبسة الفاتنة، لأن الألبسة الفاتنة لا المحرمة لا يجوز لباسها أصلا. أيهما أولى، المنع من كشف الوجه أو المنع من ضرب الأرض بالرجل؟ يدرك كل أحد أن فتنة المرأة الكبرى في وجهها، وأن جمال المرأة الأعظم في وجهها. فلا شك أن قاعدة الشريعة تدل دلالة واضحة على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها. وغطاء الوجه إما أن يكون بالغطاء الكامل، وإما أن يكون بالنقاب، والنقاب هو الذي تظهر منه العينان فقط، لا يظهر منه الحاجبان، ولا تظهر منه الوجنتان، ولا يظهر منه الأنف، وإنما تظهر منه العينان فقط. ففي ذلك رخصة. أسأل الله أن يهدي الجميع.